على الانجازات اللي قدمها. تلقى اشخاص عطيهم نفس الامكانيات معنا، فبالتالي دائما نفكروا في نبتعدوا عن هذه القبعه، هي القبعه الكحله هذه. في اتصال فعال وفي اتصال لا نتواصل بينه وبينكم، انا اتصال فيه ولا؟ بعد ما كم سنه، 100 سنه ولا 50 سنه بعد هذا الشيء مساكن، هل بلديه الخمس عميد البلديه وانتم كاعضاء تخطيط استراتيجي فكرتوا في ده حياه رغد وتبدا حياه كويسه، لكن تدمر الوضع هذا طبعا. هذا البرنامج مشرف عليه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وانا احد المدربين المعتمدين لهذا المجلس مع فريق من الزملاء. حاولنا نعطوا الجانب النظري لمده 6 ايام، كانت كالتالي: اعطينا الثقافه المؤسسيه، واعطينا القياده الذاتيه، واعطينا اداره التغيير، واليوم وامس كان في موضوعنا حول التخطيط الاستراتيجي وكيف نفكر لتخطيط لبلديه الخمس. طبعا بلدية الخمس من البلديات الرائعة اللي تتملك الكثير من مصادر القوة وليس الضعف، على الشاطئ لديها مكان واسع، لديها أثار، لديها كوادر بشرية جيدة، فحاولنا نستفيد منها. النقطة المهمة الأخرى هي كان بلدية الخمس رحب بنا ترحيب جيد، وكان على تم الاستعداد، كان متجاوب معنا وشكلنا فريق عمل بدنا نشتغل معاه طيلة حوالي 6 أيام، ومستمر العمل حتى لنهاية السنة بإذن الله. سواء كانت مؤسسه ولا فرد يلبسوا فيها كلهم. شنو فائدتها؟ حصلنا اذا حطها في الخمس يعني باش يشيل، مش منهم يعني الناس يفكر ديما في التفكير الداعي. طبعا القبعه هذه نتكلم على الاخطاء ديما نديروا كذا كذا. لا ما يصيرش منها معقول تفكر انت هيك، ممكن بعد تو القرار النهائي. النظره الشامله من فوق السماء، وهذه نقطه مهمه. اي وزن اني نقدر بها نتحكم في تنظيم التفكير بتاعي، وان هو نقدر موازن بين. طبعا احنا رشحنا لتلقي هذه الدورة او هذا البرنامج التدريبي اللي شرح فيه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وكان طبعا نتاج بصراحة تواصل من بعض الاعضاء اللي هو الاستاذ منى سليمان هدية، وتم تفعيله ببدء البرنامج هذا. طبعا البرنامج هذا كما هو معلوم هو احد مشاريع المجلس طبعا، وكان هو في اكثر من محور ويشتغل على اكثر مشروع. هذا المشروع اللي نحن تو حاليا فيه هو المشروع الثاني اللي هو التطوير المؤسسي، وليه مرحلتين. المرحله الاولى هو اللي حاليا نشتغل فيها اللي هو تحسين الاداء المؤسسي للبلديات. طبعا استهدفت بلديه الخمس تكون هي احد هذه البلديات. بدينا طبعا في يوم 20/9/2019 كان يوم احد، والبرنامج التدريبي هذا مقسم على عده اسابيع، كان منها الإعداد والتدريب لفريق العمل، وأخذ هذا أسبوعين على مدى ثلاث، كل أسبوع مدى 3 أيام متواصلة. المدينة على اليمين اللي صار والله ما يصيرش منها، لا 11 عام شو كيل ودار وما البسط الخضراء في الإبداع، في الحدث، في العواطف، في المشاعر. أنا من هنا طرابلس في طريق أيام جينا إذا ما صارش معهم، يجب كل واحد حتى في حياته العادية يفكر في خير حتى ينضج الموضوع. لما صاحب قبة الصرخ يحاول يسيطر عليها.